لأن في أمراض أخرى شلون اللي يكون النعاس الزايد عند الإنسان، وأشرنا لها بالبداية إشارة سريعة دائما قاعد كذا تماما غفي. وأذكر أستاذا اللي رحمه الله قد مات بمثل هذا المرض، أهمل رحمه الله، وأستاذ أتشرف بالجلوس بين قدمي رحمه الله، كان يعمل في مصر، هو مصري تماما، أقدم دعواتي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وكنت أفتخر في بداياتي وأنا صغير يسموني باسمه الشرق، هو مصر على أساس أنها الغرب، فيقولون طارق، يقول يسموني عادل صادق الشرق، فكنت أفرح بهذا. كنا إذا سافرنا، تسمح لي أعيش مشاعري؟ أي جدا، تفضل. معليش، نزل علي هذا الجميل. كنا إذا سافرنا وكان أستاذا كبيرا رعاني أيما رعاية، كان في الستين وكنت في الثلاثين، وإذا سافرنا في مؤتمرات، تعرف نتنقل في الباص من الفندق إلى جاعة المؤتمر، كنت رئيس الجلسة صغيرا، فعرفت أنه الذي كان يوحي إليهم اجعلوا هذا الشاب الذي أتنبأ له أن يكون رئيسا للجلسة. وكنا في الطريق عنده ذلك المرض، وكان يضع رأسه علي وينام، أقول ما بال أستاذي، ما باله هكذا؟ كنت أفرح يا سيدي بذلك الرأس وهو على كتفي. وحينما مات لمت نفسي أن عواطفي غلبت على عقلي، ولم أشخص أستاذي رحمه الله كان عنده ذلك المرض، كان مشغولا بالعلم وأدائه، كان مشغولا بنفع الناس، قدم أعظم الدعوات له، تغمده الله برحمته. نسأل الله أن ينزل عليه من شبابيب رحمته بإذن الله ويغفر له. لكن دكتور، أنت ذكرت أنه توفى بسبب أمراض مرتبطة باضطراب النوم. حاول أخرج منه، أي كان عنده سليب أبنية، وهذا يؤثر على الإنسان، ومات نائما رحمه، وهو نائم رحمه الله، ربما تأثر القلب أو غيره بذلك المرض رحمه الله. رحمه الله. دكتور، إذا أباخذك بس في جزء معين، ونعتذر، يعني أنا أعلم الحالة اللي أنت فيها وما تلام. أنا أذكر شيء يا سيدي، من لم يكن راقيا، أنا قوي أيما قوة، لكن حينما تأتي مواطن الرقي أو ذكر سيدي صلى الله عليه وسلم، فيغيب أخوك طارق الذي تعرفه بقوته. هذا الرجل هو الذي دعاني أن أكون أستاذا زائرا في جامعة عين شمس، وأنا عمري 29-30 سنة، أن جعلني أستاذا يمتحن طلاب الماجستير والدكتوراه في عين شمس. كان يجلسني بجواره ولم يشعرني أنه يعلمني، كان يجعلني أسأل كما يسأله وبقية أساتذة عين شمس. وعين شمس حينما نتكلم عنها تكلم عن أسطورة وعرين الطب النفسي في العالم العربي. كان يدعوني طارق عندنا محاضرة، قلت ما يقدمها إلا طارق، طارق هو اللي فاهم فيه أكثر مني. علمني يا سيدي أن هناك شيئا اسمه الأستاذ وشيئا اسمه المعلم، علمني أن الأستاذية تصنع صناعة، وأما المعلم فيكون أناس كثيرون مثل ذلك الإنسان. أحسنت، يعني هذا مجمل القول، لكن أعتقد أيضا من التكريم بروفيسور أن نذكر هذا اسم هذه القامة. أنا قلت الدكتور عادل صادق، ولو كتب جميل أنصح بقراءتها، يكتب بقلم فيه سيمفونية الأدب تتناغم مع الطب النفسي، وله كتب عدة كثيرة باللغة العربية، وكان حتى في الفن في الأفلام المصرية يحاول يستعينون بخبرته العلمية في مراجعة النصوص، وكان يساهم. أنا أعتقد أنه هو رائد الطب النفسي في عملية التوعية الاجتماعية. أنا بالختام يعني ما أملك إلا أن أشكرك ولكل هذه الإيضاحات بروفيسور.